All I got is so bad, man. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن أغرب الشخصيات، وأيضا راح نتكلم عن بعض الشخصيات المخيفة في Red Dead Redemption 2. فيلا نخش في المقطع. طيب، اولا راح نبدا بالشيطان. طبعا كلنا نعرف انه في Red Dead Redemption 2 راح يكون في عفريت او شيطان يعيش في كهف معين وفي مكان معين. الكهف راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي. طبعا لما تخش الكهف يعني راح يكون ظلام شديد جدا وما يمديك تشوف، لازم تشغل الكشاف عشان تبدأ توضح معاك اللي هو الطرق والأماكن. شغل كشافك وكمل وراح يكون وضعك تمام. طبعا الشيطان راح تحصله هنا، ولما توصل هذا المكان راح يدور بينك وبين الشيطان حوار. Go and find your own cave. There are nasty things and nasty people down here, and I don't mean you. I'm the devil. I'm the devil. I'm the devil. Okay, I'm not the devil, but I want to be. I want to be. And that's even worse. I'm a nasty man. Go away. I don't want you here. Is that so bad? Wanting solitude? Wanting loneliness? Wanting anything but you? Listen, if I wanted to make friends, I wouldn't live in a cave. If I wanted a friend, I wouldn't choose you. طبعا زي ما شفتوا العفريت كان ابدا ابدا ما هو مبسوط انك جيت الكهف حقه، ويحاول بقدر الامكان انه يصرفك ويطلعك من الكهف، لكن حنا نشبة وقعدنا له في حلقه وطفشنا اهله. ايضا هذا الشخص يقول انه انا الشيطان، انا الشيطان، بعدها يقول لا انا ماني الشيطان لكن احاول اني اكون الشيطان. وايضا يقول انه يبغى يعيش لحاله ويعيش وحيدا بعيد عن الناس وقروشة الناس، لذلك جاء لهذا الكهف. ايضا قال شيء فجر جبهة آرثر وخلاها تدخن. أقول لكم، قال لو بكون أصدقاء ما راح أكون صديقك أنت بالضبط، أنا ما أبغاك أنت. صراحة لو أنا آرثر راح أطلع من الكهف خلاص، وفاة الجبهة ما هي موجودة، دمرها تدمير شامل. طبعا هذا العفريت تقدر تطلع له وتداهمه. طبعا الطريقة راح تيجي لهذه الحجرة وراح تطلع فوقها، بعدها راح تجري وتضغط اللي هو اللي نط عشان آرثر يمسك في اللي هو الحافة، وبعدها راح تقدر تطلع للعفريت. طبعا العفريت جدا جدا جبان وجدا خواف، يعني بمجرد ما تقرب منه أو تطلق رصاصة أو حاجة على طول يهرب. إضافة إلى ذلك العفريت جدا جدا ضعيف، بمجرد ما تلمسه على طول يموت، بس تلمسه أقول لكم يموت. حاولت إني أطلقه في رجله بالسلاح، أول طلقة في رجله يموت، حاولت أرميه بسكين برضو يموت، تعطيه بوكس على طول يموت، يعني جدا ضعيف، بمجرد ما تلمسه يموت. هذه هي شخصيتنا الأولى. الشخصية الثانية راح تكون المغني الطربان. صراحة هذا الشخص ياخذ جائزة أفضل شخص مكافح في الحياة، يعني جسمه مكركب وملخبط وحالته حالة وحالته جدا سيئة، يعني شيء طالع من بطنه وشيء طالع من حلقه وشيء طالع من رجله ووجهه مورم، فيعني وضعه جدا محزن. مع ذلك هو مبسوط وسعيد وفرحان، بل انه يدندن بالعود ويغني ومو شايف احد. فصراحة انا اهني هذه الشخصية لانها شخصية جدا رهيبة وجدا مكافحة. طبعا البعض منكم راح يسأل ليش يا صالح طيب هو
شكله كذا؟ ليش شكله مكركب أو ليش مشوه؟ بكل بساطة مو هذا الشخص بس اللي هو فيه له تشوه أو حاجة زي كذا، كل القرية فيها تشوه وكلهم مشوهين، وفي ترى سبب وجيه لذلك. فإذا تبغون نبحث في ليش هذول الأشخاص مشوهين وليش هذه القرية سكانها مشوهين، اكتبوا لنا في خانة التعليقات. الشخصية الثالثة راح يكون مصاص الدماء. مصاص الدماء شخصية غريبة جدا، والكل يعرف يعني مصاصين الدماء. في Red Dead Redemption 2 راح يكون في مصاص دماء، وعشان تقدر تحصله وعشان يطلع لك لازم تحل لغز بسيط جدا، بعدها يطلع لك في المكان المعين وراح تحصله هنا، وراح يدور بينكم حوار. So, you found me. Hey, what are you doing? Stay back for your own sake. I walk with the undead. What, you're a vampire? I have been called many names over the centuries. Now go, or I'll feed on you too. Holy Jesus! You're no more a vampire than I am. I'll suck you dry. طبعا سابقا نزلنا عن حل لغز مصاص الدماء، فإذا كنت تبغى حل اللغز راح أترك لك إياه في خانة الوصف. الشخصية الرابعة راح تكون الرجل الأعمى الشحات. طبعا هذا الشخص شخص غريب جدا وتحصله في أماكن عديدة، والشحات هذا يرسب تقريبا في 18 مكان مختلف. طبعا هذا الرجل بكل بساطة يطلب منك فلوس وتقريبا ياخذ منك دولار واحد، بعدها يتنبأ بمستقبلك. وترى فعلا هذا الشخص قد تنبأ بمستقبل آرثر مورغان وإنه راح يموت بهذه الطريقة اللي شفناها. إضافة إلى ذلك قد تنبأ بمستقبل جون مورستن وإنه راح يموت غدر. فصراحة أمره غريب جدا وأمره مريب. فإذا تبغون نبحث أكثر وأكثر وأكثر وإيش قال المتنبأ بالمستقبل عن كيف راح يموت آرثر مورغان وجون مورستن، اكتبوا لنا في خانة التعليقات. الشخصية الخامسة راح تكون بيترم أبو راس مطعوج. هاشتاج مطعوج، اللي يعرف معنى كلمة مطعوج يكتب لنا في خانة التعليقات. طبعا هذه الشخصية شخصية غريبة جدا، بالله يطالع في راسه كيف، بالله يطالع ما هو مطعوج. فيلو جليتش كذا نازل على تحت. طبعا بيترم شخص عملاق وطويل جدا، غالبا بيترم شغال في احد عروض السيرك او العروض الكوميدية المضحكة، لانه زي ما تعرفون زمان الاشخاص اللي بعيب خلقي كانوا يستخدموهم في السيرك والعروض الكوميدية المضحكة، كانوا يطلعونهم على الستيج او المسرح ويخلون الناس يطالعون فيهم يتساءلون والبعض منهم يضحكون عليهم. فممكن بيترم كان في احد العروض السيركية المضحكة. طبعا في هذه المهمة راح يقوم بوكس بينك وبين بيترم، ويعني راح يجلدك جلد صراحة، يعني شخصية قوية، لكن يعني آرثر يجلده بعد زين، لكن يعني المضاربة كانت قوية، ولما يجلده آرثر يعني بيترم يروح يبكي وكذا، وبعدها تنتهي المهمة والمهمة لها جزء ثاني. الشخصية السادسة راح يكون الساحر القزم ماغنيفيكو. طبعا لما تيجي لماغنيفيكو راح يكون زعلان جدا وابدا ما هو راضي عن وضعه، ويعني ما يحب الناس يضحكوا عليه، يعني ابدا مو عاجبه وضعه في العروض الكوميدية المضحكة. وذا الساحر صراحة ما هو هين ويعني خطير صراحة، لما تحاول تمسكه راح يكون عنده حركة سحرية يقدر يخفي نفسه مع الظاهر زي قنبلة الدخان كذا، يرميها في الأرض وبعدها يختفي وتحصله في مكان ثاني، يعني يجري آرثر ويتعبه ويخليه يلحقه، لكن في الأخير آرثر يمسكه. طبعا لما تمسك ماغنيفيكو راح يطلع الموضوع انه بيترم وماغنيفيكو اصلا اصحاب ويقدمون عروض كوميدية وعروض مضحكة سويا. فصراحة شخصيتين رهيبة وشخصيتين جدا مضحكة، ابو راس مطعوج وماغنيفيكو. الشخصية السابعة راح يكون تريفر المهايط. طبعا هذا الشخص راح تحصله في مدينة الفالنتاين، وراح تحصله تحديدا في البار،
وتحصله قاعد يكذب على الناس ويحكي قصص عن نفسه انه شخصية اسطورية وانه بطل وكذا. طبعا هذا الشخص البعض قال انه تريفر فيليبس من لعبة جي تي اي في، وفعلا لما تطالع في الاثنين راح تلاحظ انه في تشابه كبير جدا بينهم في العيون وفي تفاصيل الوجه. طبعا اذا طولت تسمع للقصص الابو كلب حقه راح يهاجمك ويتنمر عليك ويقوم يباكسك، فانت لما تتضارب معاه وتجلده وتقدر تقتله راح تقدر ترى تاخذ الطاقية النادرة حقه او طاقية الراكون هذه. فصراحة شيء رهيب جدا انك تجلد واحد مهايطي وتاخذ ايضا الطاقية النادرة حقه طاقية الراكون وببلاش، فراح يكون شيء رهيب جدا. فهذه هي شخصيتنا السابعة والاخيرة. شاركونا في خانة التعليقات ايش افضل شخصية عجبتكم من السبعة شخصيات وايش الموضوع اللي تبغونا نبحث فيه له أكثر وأكثر وأكثر. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم أبو راس مطعوج ويعطيكم هد يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.